عندما نستخدم المتجهات المنطقية كمؤشرات، يتم إرجاع العناصر التي توافق موضع المتجه المنطقي True، في حين لا تظهر العناصر التي توافق القيمة False. فلتكن المتجهة X المعرفة كما يلي: وباستخدام المتجهة المنطقية التالية التي تتكون من العناصر True, False, False, True, False, True، فنحن نريد الوصول إلى العنصر الأول والعنصر الرابع والعنصر السادس، وهذا يعني العناصر التي توافق القيمة True. والآن في التأشير الثاني، وباستخدام العامل العلائقي أصغر من الذي رأيناه في الانترودكشن، نريد الحصول على العناصر الأصغر من صفر. وكما نلاحظ في المتجهة، فهناك عنصر وحيد أصغر من صفر وهو ناقص 3. والآن عوض استخدام القيم True وFalse يعني كاملة، نستخدم فقط الحرف الأول من كل قيمة، الحرف T للقيمة True والحرف F للقيمة False. لذلك سوف تظهر كل القيم الموافقة للحرف T، والقيم الموافقة للحرف F سوف لن تظهر في النتيجة. وبنفس الطريقة السابقة، إذا أردنا الحصول على القيم الأكبر من الرقم 1 وهي 3 قيم، الرقم 4، 10 و5 وهكذا.